قامت بلدية أبو سليم بتوفير كميات من حليب وحفاضات الأطفال وسلمتها إلى قسم الولادة بمستشفى الخضراء. وحسب الموقع الرسمي لبلدية أبو سليم، فإن هذه الخطوة تأتي من بلدية أبو سليم كدعم للأسر ذات الدخل المحدود. وأضافت البلدية أن هذا يأتي بجهود الخيرين من أبناء هذا الوطن للرفع ولو بالقدر المتاح من هذه المعاناة برغم قلة الإمكانيات وغياب الدعم المادي في ظل الأزمات التي تعيشها الأسر الليبية. بدأت أعمال الصيانة السريعة لجميع المدارس داخل نطاق بلدية هراوة لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي القادم. وحسب الموقع الرسمي لبلدية هراوة، فإن هذه الأعمال تأتي استعدادا للعام الدراسي الجديد، وأن مسؤول التربية والتعليم بالبلدية أشرف على هذه الأعمال. وأما مدرسة الشروق فتم الاتفاق مع الوزارة على توفير فصول جديدة متنقلة لحين التمكن من تفعيل التعاقد لإنشاء مبنى مدرسي لها حسب البلدية. عقد ببلدية سبيعة اجتماع مع قطاع الصحة لمناقشة القضايا والمشاكل التي تتعلق بالقطاع. وحضر الاجتماع عدد من أعضاء المجلس البلدي، حيث تمخض عنه تشكيل لجنة داخل البلدية لإتمام إجراءات العقود الخاصة بالعناصر الطبية والطبية المساعدة. وتم الاتفاق بين المشرفين والمسؤولين بالمجلس البلدي على التواصل لاستحداث مكتب إدارة خدمات صحية بالبلدية وعقد اجتماعات دورية لمناقشة المشاكل التي تواجه القطاع. أعلنت إدارة الخدمات الصحية أوجلا عن البدء بتسجيل الطلبة الجدد للعام الدراسي 2017-2018. وأوضحت إدارة الخدمات الصحية عبر بيان لها أن الطلبة المستهدفين لهذا العام هم من مواليد 2011 فقط، مطالبة أولياء الأمور بالتوجه بأبنائهم إلى المركز الصحي أوجلا لإتمام إجراء الكشف الطبي. قام مكتب خدمات المياه والصرف الصحي حي الأندلس بحملة لتنظيف غرف تفتيش المياه والصرف الصحي بالبلدية، وذلك استعدادا لفصل الشتاء. أقيم بديوان المجلس البلدي لبلدية شحات اجتماع لتوضيح بعض المشاكل حول بعض المشاريع بالفرع البلدي سوسة. وحسب الموقع الرسمي لبلدية شحات، فإن الاجتماع حضره عميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي ووكيل ديوان المجلس البلدي ورئيس الفرع مع أعيان وحكماء وشباب الفرع البلدي سوسة لتوضيح ومناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالمشاريع المقامة والتي هي قيد الإنشاء بسوسة.